عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الجدي. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. برج الجدي عندك اخبار حلوه ان شاء الله باذن الله، وتوقعات ساره لايامك اللي جايه. صفي لي بقى النيه بتاعتك وحاول تستغفر ربنا كتير الفترة دي عشان ان شاء الله بإذن الله يظهر لك كل اللي انت هتفكر فيه حاليا. فكر في اللي انت عايزه يظهر معانا وان شاء الله بإذن الله كله يظهر معانا، ونشوف الاخبار اللي عندك يا برج الجدي يا حبيب قلبي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك هنا فرحة بعد 3 ايام، بعد 3 ساعات هيكون في فرحة حلوة. الفرحة دي هتبشرك، بس بص العين الكبيرة، العين الكبيرة اللي ظهرالك، العين الحسودة اللي معاملة لك عراقيل، وعشان كده عندك بتجيلك دوخة، بتجيلك حاجات تضايقك من غير اي سبب. انا دايما اقول لك ان انت عندك لمسة عاشقة، اللمسة العاشقة دي هي اللي عاملة لك العراقيل في حياتك، هي اللي مخلياك مخنوق ومتضايق ومفيش علاقة عاطفية عندك بتكمل. عندك كمان حبة كلام، حبة مواجهات، حبة امور هيكون فيهم انتصار عندك. انت هنا مهموم، شايل هم كبير او شايل حمل كبير، شايل مسؤولية، مسؤولية اخ، مسؤولية اب، شايل مسؤولية حد عندك، فالمسؤولية دي هي اللي خانقاك عشان انت مش عارف تعمل ايه. دايما اقولك ان انت نجمك خفيف، وبسبب نجمك خفيف ده معرض دايما للحسد، معرض دايما للعين، معرض دايما لأي أزمة أي حد ممكن يمر بيها. فياريت تخلي بالك من نفسك وتحصن نفسك جدا الفترة دي. ولما تيجي تهتم بنفسك ياريت ما تهتمش بنفسك قدام الآخرين، علشان عيونهم كبيرة وعليك، والعيون انت بتأثر فيك جدا وبترجعك لورا أكتر من مرة. بتكون تناوي تطلع السلم وبترجع فيه، وبترجع فيه حزين ومكسور الخاطر بتاعك. ليه؟ علشان خاطر انت متألق وواثق من كل خطواتك اللي في الحياة. لو انت الفترة دي عندك هنا حبة حيرة او حبة دوخة او صداع، دي فترة وهتعدي. الفترة اللي جاية هتلاقي في فترة افضل من الفترة اللي انت فيها. عندك هنا اشارة، والاشارة دي هتكون اشارة روحانية. انت معروف عنك ان انت روحانيتك عالية، معروف عنك ان انت عندك ربط احداث شديد، وعشان كده هبقى اقدر ابشرك باخبار حلوه جدا هتلم لحياتك. عندك هنا كمان رساله غير متوقعه، الرساله دي ممكن تجيلك من حد غايب عنك الفتره دي، او هيبقى في اتصال الفتره دي، في امكانيات جديده، في احداث جديده، في لعب كتير على الترابيزه الفتره دي. وخلي لي بالك من نفسك، في كمان فرصه هتجيلك، الفرصه دي هتحسن من الوضع اللي انت فيه، او ممكن تطلعك من ازمه ماديه، او تطلعك من حيره. عندك واحدة ست، الواحدة الست دي مادية، دايما بتطلب بالماديات. في كمان هنا ست، الست دي مش حقودة، الست دي بتخاف عليك قوي، وفي نفس الوقت ما بتحبش حد ياخدكم منها. خلوا بالكم منها وحاولوا تقعدوا معاها وتفهموها ان انتوا توازنوا العلاقات، توازنوا الامور، عشان شايفة ان الست دي بتحبكم وعلى قد الحب اللي هي بتحبه لكم، بس هي غيرانة، بتغير وبتتدخل في علاقاتكم وبتفشلها لكم. فياريت تخلوا بالكم، خلوا بالكم منها. الست دي قصيرة وتخينة، الست دي قصيرة وتخينة. عندكم في كمان خلال بالظبط ممكن يكون 10 ايام هيبقى في بعض الراحة ليكم، بعض الامور اللي ممكن تتحسن. بس لو انت عندك علاقة عاطفية او عندك شريك حياة، شريك الحياة عنده علاقة تانية، او في طرف تالت بيتدخل عايز ياخد الشريك منكم، فحاولوا اتلموا على الشريك شوية وما تفضلوش تعملوا مشاكل. معروف عنكم ان انتوا دمكم حامي، وان انتوا غيرين جدا على الاشخاص اللي انتوا بتحبوهم، بس ما تفضلوش تضايقوا الشريك او تضايقوا حد من المقربين لحياتكم بطريقة مستفزة. خلوا بالكم عليهم ولموهم ليكم، علشان انتوا اللي بتزعلوا في الاخر. في حد كمان هنا بيحبكم قوي، والحد ده وراه تعبان، والتعبان ده كبير جدا. في وردة، والوردة دي ممكن تنور ايامك الفترة اللي جاية، علشان خاطر انت اهملت في صحتك حاليا، فناوي ترجع
تبص لصحتك بشكل افضل، وعشان كده هيكون خاطر، هيكون كمان عندك امور هتحسنها مع اخبار حلوة ان شاء الله باذن الله. بس خليك متفائل ان انت هيكون عندك اخبار حلوة. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك طاقة تفكير، عندك طاقة أمور مضايقاك من أشخاص أنت بتحبهم أو أشخاص عزاز على قلبك. أنت هنا عندك سر، والسر ده هينكشف خلال كام يوم بالظبط. هتعرف بعض الأشخاص اللي في حياتك عايزين منك إيه. في كمان مشاجرة، والمشاجرة دي مع حد حصلت لك أو ممكن تحصل لك كمان. مشاجرة بسيطة هتعرفك عدوك من حبيبك وهتكتشف لك الحقيقة بجد. في كمان هنا وصول مبلغ ليك او وصول حاجة معينة تخص الفلوس برضو، هيبقى في كلام عندك. او انت الفترة دي من اكتر الفترات اللي عندك ورق عاطل في محكمة، ورق عاطل في مواضيع عندك، او في كلام مستني تسمعه، الله اعلم. بس في امور حلوة جدا. انتوا حصل عندكم سرقة، والسرقة دي من اشخاص دخلوا بيتكم او ضحكوا عليكم بالمحبة والمحنة، وانتوا طبعا علشان اشخاص طيبين جدا اتضحك عليكم، فياريت تخلوا لي بالكم من نفسكم. في كمان هنا اقدر ابشركم بعلاقة فيها رجوع من الماضي او بلوك هيتفك الفترة دي ان شاء الله باذن الله، وهيبقى كمان هيبقى في اخبار من حد قريب جدا. بس عايزاك تحذر من شخص منافق. الشخص ده بيلعب على الطرفين، الشخص ده مادي جدا، بيحب الماديات وعامل زي التعبان كده في حياتك. بس قول لي انتوا ليه عندكم طاقة تردد؟ بتترددوا في ايه؟ في طاقة تردد عندك الايام دي حرفيا، رغم ان في حد قدم لك هدية او انت ناوي تقدم هدية لحد، بس انت عندك طاقة تردد، متردد من حبة مواضيع، متردد من شوية حاجات. في كمان هنا شراء، او انت الايام دي من اكتر الايام اللي انت عايز تشتري فيها تليفون، عايز تشتري فيها ارض، عايز تبني حياتك. ممكن ابشركم واقول لكم ان انتوا ممكن البعض منكم داخل على خطوبة، داخل على جواز، عايز يلم حاجته، عايز يجيب اللي ناقصه، الله اعلم، عايز يعمل حاجات كتيرة جدا الفترة دي. فعلا انت عندك امور بتحاول تتخلص منها، عندك امور بتحاول ان انت تبنيها، امور بتحاول ان انت تشوف ايه اللي عندك علشان خاطر تخطي خطوة ايجابية. عندك زيارة للعيلة او زيارة لحد مقرب لقلبك، زيارة لحد انت بتحبه والله اعلم. بس هيكون عندك زيارة في الفترة اللي جاية دي، او هيبقوا في اشخاص هتتجمعوا مع بعض، وهيبقى في كلام حلو باذن الله بفضل ربنا. في كمان هنا الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت بتعيش فيها وضع حلو، بتحاول ان انت تستمر في علاقة رغم ان هي غامضة ومش صريحة كويس العلاقة اللي انت فيها دي. بس اقدر ابشرك ان هيكون عندك مواجهات من بعد العلاقة دي، ودي اكتر الفترات اللي انت بتفكر تقطع علاقتك بحد، الله اعلم اذا كان شريك او اذا كان حد معين في حياتك. بس انت الفترة دي بتحاول تقطع علاقتك بحد عشان حاسس ان هو بيخدعك، حاسس ان هو بيظلمك. وفي واحدة ست، الست دي بتحبك قوي، كان ممكن يكون ليك علاقة بيها او انت ليكي علاقة بيه. الحد ده كان بيحبكم قوي، ولما انتوا سبتوه او حصلت مشاكل بينكم، عايز يدبر لكم مكيدة، عايز يدبر لكم حفرة، فياريت تخلوا بالكم منه عشان انتوا ماشيين في طريق مسدود، والطريق المسدود ده ممكن يكون نهايته ليكم خير ان شاء الله باذن الله. فخلوا بالكم حاليا، حاليا خلوا بالكم من نفسكم حاليا، كونوا حريصين جدا على كل تصرفاتكم، واهم حاجة تحرصوا عليها كل كلمة طالعة من بقكم. يعني ايه؟ يعني ما تطلعوش كلام والسلام، خلوا بالكم من كل حرف بيطلع من بقكم علشان خاطر انتوا مش ناقصين، انتوا اللي فيكم مكفيكم. فالفترة اللي جاية هتكون فترة راحة لكم، فترة اخبار حلوة باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. ليه؟ علشان انتوا شايلين هم كبير، شايلين مسؤولية كبيرة، فحان وقت ان انتوا تغيروا من نفسكم، حان وقت ان انتوا تبصوا لنفسكم بشكل مختلف، حان وقت ان انتوا تكملوا وتعفروا عشان عندكم تألق الفترة اللي جاية مع اخبار حلوة هتحسن من الوضع بشكل كبير جدا، علشان انتوا شايلين هم، شايلين مسؤولية، فلازم يعني لازم الفترة دي
تدخلوا في مرحلة جديدة، وعشان كده ان شاء الله بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هتدخلوا في مناسبة حلوة، هتجمعوا كل الأفكار السلبية وترموها ورا ظهركم وهتبصوا للأخبار الحلوة. في هنا بعض التشوش أو بعض الألم اللي بيجيلكم، تفكير طاقة تفكير رهيبة وفي نفس الوقت ألم، عايزين تعملوا حاجة. في بعض منكم عايز يعمل عملية، البعض منكم عايز يكشف، البعض منكم عايز يعمل حجامة لجسمه، الله أعلم، بس انتوا ناويين تعملوا حاجة في جسمكم أو تجددوا، تستخدموا وصفات تبييض، تستخدموا وصفات علاج، الله أعلم، لو بتاخدوا علاج في امور عندكم بتحاولوا تظبطوها، وعشان كده الفتره اللي جايه هيكون في طاقات حلوه جدا هتتوزع عليكم عشان انتوا شايلين هم كبير. في هنا شخص متسلط، شخص بيحب يتسلط، شخص بيحب يتدخل في حاجات هو ما تخصهوش خالص، الشخص ده منافق، عايزك تخلي لي بالك منه، انت عارفه الشخص ده مش صريح، بيحب كده يحشر نفسه في كل حاجه، ودي طبعا حاجه بتضايقكم انتوا علشان انتوا ما بتتدخلوش في حاجه ما لكمش فيها، هم اللي بيتدخلوا، هم اللي بيحبوا يعرفوا اخبار الناس، ودي طبعا انتوا ما بتحبوش الوضع ده، بس انتوا ساكتين لحاجه معينه، ساكتين لهدف معين، والهدف اللي انتوا ساكتين له ده هتوصلوا له قريب جدا، فانتوا بتسكتوا لحد ما يعني تجيبوا اخركم، فلما تجيبوا اخركم من موضوع او من حاجه معينه بالامور كلها بتختلف، فياريت تخلوا بالكم من نفسكم وما تدوش سركم لاي حد، والصديقه اللي عامله حبيبه دي بتستغل الطرفين او بتلعب بمعنى اصح على الطرفين، فانا علشان عارفاكم متالقين وواثقين في كل حاجه في حياتكم عايزاكم من اول الفتره اللي جايه دي تبداوا تشتغلوا على نفسكم، تبداوا ان انتوا تحصدوا امور انتوا عمالين تعملوا فيها علشان انتوا تعبانين، انتوا باين لكم التعب، التعب بدا يظهر على وشكم بشكل كبير، التعب بدا يظهر على حياتكم، ليه؟ بسبب اللي انتوا فيه. بلاش الصراحه ازاي ده، الصراحه ساعات بتزعل ناس كتيره منكم جدا، ساعات يعني الحقيقه انتوا بتقولوا احنا هنقول الحقيقه وزي ما تيجي تيجي، ساعات الحقيقه دي بتزعلكم، يعني بتزعل اشخاص منكم، عندكم علاقه مع الابراج الهوائيه، العلاقة دي تعباكم، العلاقة دي انتوا مخنوقين منها جدا، فبتحاولوا تطلعوا نفسكم، بتحاولوا تهدوا شوية وتهدوا اللعب عشان خاطر انتوا من فترة للتانية بتحسوا بالضيق، بتحسوا بالخنقة، شايفاكم ان انتوا حاليا الوضع اللي انتوا فيه مش عاجبكم، ولا يعني انتوا مش عاجبكم وضعكم، حتى وضع الشريك برضو شاغل بالكم جدا، وحاسين انه في فوضى، في امور، في كلام، في مواجهات، في حاجات بينكم وبين الشريك غامضة، رغم ان انتوا بتحاولوا تشوفوا ايه اللي ناقصكم، بس عندكم خوف، لاما خايفين على اولاد، لاما خايفين على شريك حياة، الله اعلم، خايفين من اشخاص كتيرة جدا. خلوا بالكم انتوا من اكتر الناس اللي معمول لكم سحر تفريق او سحر وقف حال، وعشان كده ما فيش شغلانه بتكمل عندكم ولا علاقه عاطفيه بتستمر. بس انت الفتره دي لو خدت قرارات صح او خدت امور حلوه ومش عايزه العصبيه ومش عايزه التردد، مش عايزه لكم اشوف العصبيه دي عشان انتم متعصبين جدا وواخدين كل حاجه على اعصابكم، هتفضلوا كده لحد امتى؟ اول حاجه مش عايزاكم تفضلوا تضحوا، مش عايزاكم تفضلوا تتنازلوا، عايزاكم تبصوا لنفسكم وتبصوا لحياتكم بشكل مختلف وتبداوا تغيروا من اي مشكله في حياتكم، ويا ريت ما تديش سركم لاي حد علشان اللي انتوا بتقولوا عليهم احبابنا بيطلعوا هم اللي بيظلموكم في الاخر. في نميمه او في كلام او في بعض المواجهات عندك، وده طبعا احب اطمنكم علشان انتوا كل اللي انتوا فيه ده حاليا هياخد فتره وهيتعدي، بس خيالكم واسع، طموحاتكم عاليه، شغالين على نفسكم او ناويين تشتغلوا على نفسكم. انتوا المشكله الفتره دي ان انتوا هنا عليكم عين كبيره كبيره جدا من اشخاص مقربين حاسداكم، وعشان كده عندكم الفلوس متبخره، الفلوس فيها وقف حال، عندكم كمان بحث، انتوا عمالين تبحثوا، عمالين تشتغلوا، عمالين تعملوا، والتردد ده لازم فورا تطلعوا لي منه وترجعوا تهتموا بنفسكم من جديد،
عندك هنا برنامج انت ماشي عليه. البرنامج ده الله اعلم زي ما قلت لك برنامج علاج ولا برنامج مواضيع بتحاول تشتغل عليها، الله اعلم. بس انت هنا ناوي، واللي انت ناوي عليه ده هيكون خير جدا، عشان هتحصد من وراه حاجات او هتحصد من وراه امور. فلو في شخص مسجون او شخص مريض او شخص مخنوق، يا ريت تقفوا جنبه وتدعموه، علشان الخنقه والضيقه دي مش طبيعيه اللي فيهم. في كمان لهفه واشتياق او حنين او طاقه انجاب حمل الله اعلم، او انتوا خايفين على طفل عندكم، الطفل ده مريض، الطفل ده تعبان، الله اعلم. فانتوا عندكم خوف غير طبيعي الفتره دي، وطاقه تردد والخمول والكسل اللي مش سايبكم في حالكم ده من بدري اصلا ماسك فيكم. عندكم حد مسيحي، حد مختلف الجنسيه بتاعته عنكم، الله اعلم. في اختلاف جنسيه بينكم، الحد ده انتوا بتحاولوا يعني بيحاول يراقبكم، وانتوا بتحاولوا تخلوا بالكم عشان حاسين انه في حاجة غلط بتحصل في حياتكم. فانتوا دايما موثقين من كل حاجة، واكتر حاجة واثقين منها الفترة دي خطواتكم، بتحاولوا تخطوا كل خطوة بالورقة والقلم. يعني ما بقيتوش زي الاول سايبينها كده، لا، دلوقتي بدأتوا كل خطوة تخطوها في حياتكم بورقة وقلم، بدأتوا تعملوا كل خطوة. عندكم حساب وكمان ألف حساب، وعشان كده هيكون عندكم جبر من بعض التعب اللي انتوا بتمروا بيه، او من بعض الضيق اللي انتوا حاليا اللي حاليا ماسك فيكم. لو انتوا هديتوا اعصابكم شوية هتحصدوا من المشوار اللي انتوا ماشيين فيه ده خير ونجاح كبير جدا، هيعوم عليكم وهيعوم على اشخاص حواليكم. انتوا هنا كمان ممكن يكون في تواصل اجتماعي، تواصل مع حد، او في حد هيكلمكم الفترة اللي جاية. المهم ان انتوا هيكون عندكم تواصل، والتواصل ده هيكون حلو جدا، من وراء لقاء، من وراء شغل في عمل، شغل في إدارة، شغل في مواقع خاصة، شغل في أمور هتظبطوها الفترة اللي جاية الله أعلم. بس انتوا هيكون عندكم حياة جديدة مع بدايات كتيرة ان شاء الله بإذن الله. انا شايفة لك اخبار سارة، مش شايفة لكمش ألم ولا شايفة لكم حزن، شايفة لكم كمان فرحة من بعد التعب اللي انتوا بتمروا بيها بإذن الله. عندكم هنا حضور مناسبة، حضور حاجة معينة، في حضور هنا هتحضروا مناسبة، او عندكم انتوا حضور، او في عزومة عندكم ان شاء الله بإذن الله، هي حد هيكلمكم من المقربين لكم، هيبقى في حضور مناسبة. بس انا شايفة علاقة حب جديدة، او حد انتوا مش دلوا، حد في الجامعة بتاعتكم، حد في مجال شغلكم، حد عندكم في حياتكم، ان في شداد او في حد مشدود لكم، معجب بيكم، عايز يكلمكم، عايز يفتح معاكم مواضيع. بس انت بسبب ان انت مقفل على نفسك، ببان ساكت ومش عايز تدخل في علاقة، بسبب ان انت هنا مطعون وكمان مغدور، وخاب ظنك اكتر من مرة في ناس كتيرة جدا مقربة لحياتك، فدي طبعا حاجة تعباك ومخلياك نفسك مسدودة ان انت تفتح اي علاقة او تدخل في اي علاقة حاليا. لا، طلع، اطلع من اللي انت فيه، رجع امورك بشكل مختلف، علشان لو انت فضلت بالوضع ده انت اللي هتتأذي، محدش هيتأذي زيك. انت ناوي ترمي السهم بتاعك، هل ترى ناوي ترميه على فين؟ السهم بتاعك بإذن الله هتحصد من وراء خير. ليه؟ علشان انت بص الطعنات اللي في ظهرك، بص الغدر اللي كان من المقربين لقلبك ولحياتك. لو حصل عندك سرقة، يا ريت ما تدورش على الحاجة اللي اتسرقت، انت شغال بتشتغل بتعافر بتجاهد، عندك برضو علاقة مع الأبراج النارية، ودي حاجة تعباك، انتوا الاتنين مش متفقين، انتوا الاتنين في مشاكل بينكم، كل واحد عايز حاجة. وفي نفس الوقت خلي بالكم انه في حد عايز يستلف منكم فلوس، او في حد طمعان في الفلوس اللي معاكم الله اعلم. وخلوا بالكم برضو ان الفترة دي مناسبة جدا جدا، ان انتوا عايزين تشتروا شقة او تشتروا بيت او تشتروا ارض، شوف انتوا عايزين تشتروا ايه، فدي فترة مناسبة جدا للحاجة اللي انتوا عايزين تشتروها. فانصحكم ان انتوا تعملوها وانتوا واثقين من كل حاجة، علشان النجاح اللي هيكون في حياتك هيفرحك جدا، واقدر اقول ان هو هيبشرك كمان برجوع حق
او بامور هتظبطها باذن الله بفضل ربنا. انت هنا واثق، وطول ما انت واثق اتاكد ان ربنا معاك في مكالمه حلوه فيها ابتسامه على وشك، او رجوع حاجه معينه فيها برضو سعاده لحياتك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك هنا فرحه، والفرحه دي مش هقولك ان هي بقى غايبه عنك، بس الفرحه دي هتكتشفها بشفاء حد، او بشفاء حد مريض عندك، او خروج حد من سجن. الفرحه دي هتدمع ليها بمعنى اصح العين، علشان انت بتعيش وضع متقلب حاليا وبتدور على اي حاجه تسعدك. بتقول الفرح بقاله مده غايب عني، طب انا هفضل لحد امتى كده؟ فما تقلقش خالص، عشان البشر قادمه لحياتك الفتره اللي جايه باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بسم الله. هتخرج من هم ومن كارثه كبيره، او من مشكله كبيره الفتره اللي جايه في اقرب وقت. فالمشكله الفتره اللي جايه دي هتخرج من حاجات كتيره جدا خانقات، هتخرج من حاجات كتيره جدا عامله لك مشاكل. بص الطرق، او بص الطعنات اللي انت حصلت عندك من اشخاص في حياتك وجعوا لك قلبك. الحاسه السادسه دي بتخليك تجمع افكار وتجمع حاجات بتربط الاحداث بيها، فعشان كده انت عندك خوف من المستقبل جدا. وخلي بالك انت عندك سر مدفون، السر المدفون ده حد مداري عليه، والحد ده عامل زي التعبان بيلف على كل الاشخاص اللي في حياتك، وبيلف عليك انت قوي، عامل زي التعبان، عامل زي الشخص الخبيث، الشخص الملعون، شخص كده شخص نرجسي بيحب العلاقات الكتير. فانت تخلي لي بالك من صحتك، ودايما اقول لك ما توقعش حد، يعني ما تخليش حد يوقعك في مشكلة او في ازمة. ليه؟ علشان في ناس كتيرة جدا بيغيروا وبيحقدوا، فبتخلي بالك بقى من نفسك وحاول ان انت تسيطر. طيب انت في مفتاح، والمفتاح ده انت هتمسكه الفترة اللي جاية. المفتاح ده ممكن يكون مفتاح باب جديد هتفتحه، باب شقة، او انت معاك مفاتيح ناوي ممكن تعمل حاجات جديدة في حياتك، او المفتاح اللي ظاهر لك ده ممكن يكون مفتاح سعادة ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا. ليه؟ عشان انت شايل هم كبير. هنا المنفصلين، المنفصلين عندهم طاقات سلبية، عندهم طاقات اشخاص بيوزعوها عليهم، او ما بيحبوش كلام الناس، ما بيحبوش المشاكل. فعندكم اخبار حلوه باذن الله بفضل ربنا، بس خلوا لي بالكم من نفسكم، كونوا حاوطين شويه على اي حاجه في حياتكم. حاولوا ان انتوا تغيروا من حياتكم بشكل مختلف. ليه؟ علشان انتوا شايلين هم كبير، والهم الكبير اللي انتوا شايلينه ده انا شايفه ان انتوا تعبانين ان انتوا شايلينه لوحدكم. لو خليتوا بالكم من صحتكم الفتره اللي جايه هتكتشفوا مواضيع حلوه. عندك في بنوته، البنوته دي سمره شعرها ناعم رفيعه، بتحبكم جدا وبتحب ان هي تبقى مع تقضي وقت معاكم. البنوته دي فعلا بتحب نجاحكم، وبتحب ان انتوا تكبروا وتعلوا، فعشان كده ان شاء الله باذن الله هيكون عندك تجمعات حلوه. بس لو عندكم حد بخيل خلوا بالكم منه، عشان الشخص البخيل هيفضل طول عمره بخيل، وما تقولوش انه بكره يتغير. خلي بالك من التفكير، طاقتك كلها مفتوحه، طاقتك كلها ايجابيه. ليه؟ علشان انت ناوي. وهنصحك نصيحه اخيره، تخلي لي بالك من الغدر، من شخص عايز يغدر بيك من الابراج الناريه. اتمنى لك السعاده والهنا والرزق والتفاؤل، اتمنى لك الخير اللي هيعوم على حياتك. خلي لي بالك من نفسك، كون حويط من كل الاشخاص اللي حواليك.